يضحك يعني الراجل والله يعني، بس زعلانه جدا ما نقراهاش على الهوا يعني، هيبقى لا باسم يوسف ولا محاكمه مرسي، ما يصحش كده الكلام ده، احنا عايزين نشوف اتنين عشان نضحك يعني. هنقول ايه؟ بص الناس دي عندها غيبوبه، والله ما بهرج، الناس دي كلها عايشه في غيبوبه نفسيه فظيعه جدا، لازم يتعالجوا نفسيا، مش بس مرسي، كل القيادات دي اللي بتضحك على بعض الشباب المغيب، انا مصدق ان هم بيشتغلوا باسم الله وهم ليس لهم لا يمتون الى الدين الاسلام. على فكره عايز اقول لك على حاجه، ان احنا ما طلعنا ضد الاخوان، طلعنا ليس فقط من اجل وطن ولكن من اجل دين، لان هم من شوهوا الاسلام، هم من أعطوا صورة سيئة للشعب الغربي وليس الحكومات الغربية. الحكومات الغربية دي فهمهم كويس أوي، عارفة أنهم تنظيم عام، ولكن للشعوب الغربية في أنها تقف ضد الدين الإسلامي وتسميه إرهاب، هم دول اللي أساءوا للدين الإسلامي، فإحنا طلعنا عشان ندافع عن وطن ودين ليس فقط عن وطن.